السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ وعدناكم بالمحاضرة اللي قبلها راح نفوت على موضوع الانقسام الاختزالي، واليوم احنا موجودين بالانقسام الاختزالي. سبق وان تكلمنا ان الفصل الاول بقسم من اقسام الفصل الاول يطلق عليه بانقسام الخلية، وعلمناكم ان الخلية تمر بثلاث انواع من الانقسامات، فممكن ان تنقسم الخلية انقسام مباشر او لا خيطي. وهنا إذا تتذكرون هاي العبارة، في هذا النوع من الانقسام تنقسم الخلايا دون حصول تغيرات نووية وسيتوبلازمية واضحة. أما الانقسام الثاني وهو مهم جدا واللي نستفيد من عنده هواي في الفصل الثالث والفصل الخامس، اسم الانقسام غير المباشر أو الخيطي أو الاعتيادي. عرف الانقسام الخيطي ويعرف بأنه عملية انقسام النواة بصورة تضمن تسلم كل من الخليتين البنويتين الجديدتين نفس العدد ونفس النوعية من الكروموسومات الموجودة أصلا في الخلية الأم. وعرف تسمينا بالانقسام الخيطي بسبب وجود خيوط مميزة اسمها خيوط المغزل، وسمينا بعد بالانقسام الاعتيادي لأن الخلية تمر بمجموعة من الأحداث أربعة، وهذه الأحداث تحدث بشكل اعتيادي لأي خلية تريد تنقسم انقسام خيطي، فسمي بالانقسام الاعتيادي. اليوم احنا في موضوع اسمه الانقسام الاختزالي، يبدو من العنوان اختزالي، سوف يختزل العدد من العدد الكامل إلى النصف. من تسمع انقسام اختزالي؟ بمعنى الهدف من هذا الانقسام سوف يختزل العدد من العدد الكامل إلى نصف العدد، هذا أولاً. ثانياً الخلايا الناتجة من كل انقسام اختزالي يطلق عليها بالخلايا الجنسية، نقدر نسميها خلايا تناسلية، نقدر نسميها أمشاج. إذن هاي المبادئ الرئيسية لعملية الانقسام الاختزالي. طلاب انتبهوا، أول من خلق الإنسان على الأرض سيدنا آدم عليه السلام عدد الكروموسومات مالته 46، سيدتنا حواء عليها السلام 46 كروموسوم. خلال حياتهم هذا انطانا خلية جنسية عدد الكروموسومات 23، وهذا انطتنا خلية جنسية عدد الكروموسومات 23. زين، هاي الخلايا الجنسية اجت بها انقسام، انتبهوا، اجت بانقسام اختزالي، بانقسام اختزالي. فيبدو ان الانقسام الاختزالي سوف يختزل فيه العدد من الكل الى النصف، حتى ان شاء الله بعدين ايش راح يصير؟ راح يصير انه تحصل عمليه اتحاد ما بين الخليه الجنسيه الذكريه والخليه الجنسيه الانثويه، فيرجع العدد ويبقى ثابت. اوكي، مو احنا علمناكم عدد الكروموسومات يكون ثابت ومستحيل يزيد واحد او يقل واحد، واذا صار هذا الكلام يعتبر هذا الكائن غير طبيعي. عدد الكروموسومات بالانسان 46، لازم يبقى 46. من حقق ثبات عدد الكروموسومات من ذاك اليوم، من أول يوم خلق به هذا الإنسان إلى يومنا هذا، اللي حقق الثبات هو عملية الانقسام الاختزالي. فأول سؤال السجلة مرشح، ما الهدف؟ ما أهمية الانقسام الاختزالي وأين يحدث؟ الجواب، تهدف عملية الانقسام الاختزالي إلى الحفاظ على عدد ثابت من الكروموسومات لأفراد الأنواع المختلفة من الأحياء خلال عملية تعاقب الأجيال. إذن الهدف من عدة هو حتى نحقق ثبات عدد الكروموسومات. شفت سيدنا آدم كان 46 ولا زلنا اليوم احنا 46، منو حقق هذا الثبات؟ هو حصول عملية الانقسام الاختزالي. يعني أنت تتخيل مثلا لو الإنسان النطفة مالته 46 والإنسان الأنثى البيضة 46، وأنا كويش حكي يعني 46 زائد 46 ايش قد يصيرون؟ ما كويش منطق. لذلك اللي حقق هذا العدد الثابت هو عملية الانقسام الاختزالي، هذا الهدف. طيب السؤال أين يحدث؟ ها، يحدث في الأحياء خلال عملية تكوين الأمشاج. ما المقصود بالأمشاج؟ من هسه أريدك تعرفهن. صحيح اليوم كاتب لك نطف وبيوض في مملكة الحيوان وأبواغ في النبات، هاي كلمة منقوصة أو عبارة منقوصة، لازم شيء من هسه أعرفها لأن بالفصل الثالث راح تجيك. ما المقصود بالأمشاج؟ قول نطف وبيوض في مملكة الحيوان
وحبوب لقاح وبيوض وأبواغ وين في مملكة النبات. هاي الأشياء الخمسة يسمونها خلايا جنسية. هاي الأشياء الخمسة هي دائما ناتج انقسام اختزالي. أوكي، إذن أول سؤال، ما الهدف وأين يحدث الانقسام الاختزالي؟ من الأسئلة المرشحة اللي تتكرر دائما بالوزاري. انتهينا من هذا السؤال. السؤال الآخر، شوفوا أنا ضروري جدا في موضوع الانقسام الاختزالي نعلم الطالب، نقول ما المقصود بالخلية التوسين، لأن هذا المصطلح بصراحة هواي راح يجيك وين بالفصل الثالث. هاي الخلية اللي قدام عينك يسمونها توسين. شو يسمونها؟ توسين. يعني شنو توسين؟ يعني خلية ثنائية المجموعة الكروموسومية. طيب خلينا نعرفها، هو ما موجود عندك تعريف بالكتاب، ولكن ضروري أنت بالانقسام الاختزالي تعرف هذا التعريف. هي الخلية التي تحتوي على العدد الكامل، العدد الأصلي من الكروموسومات، بحيث هذا العدد الأصلي ينتظم بهيئة أزواج. انتبه على هذه الكلمة، ينتظم بهيئة أزواج. يعني شنو استاذ أزواج؟ يعني كل اثنين من هذول 46 يشابهون بيناتهم بنسبة 100%. مثلا كم كروموسوم عند الإنسان؟ 46. هاي 46 كروموسوم. رفعت اثنين، شوف رفعت اثنين هالشكل، ذولا يشابهون، بعد ماكو واحد يشبههم ضمن 46. جبت واحد هذا ما يشبههم، اكيد راح القى واحد يشبه هذا الكروموسوم تماما، وليكن مثلا هذا الازرق، حتى شنو اقول هذا يشبهه. هذول كل اثنين يشابهون، شو يسمونهم؟ ثنائي او زوج. فبالتالي خلية الانسان 46 كم زوج بها حسب هذا المنطق؟ بيها 23 زوج. الخلية اللي بيها هيج نظام يطوها مصطلح توسين كروموسوم، مثال الخلية الجسدية بالإنسان. أوكي؟ أما الخلية التي تحتوي على نصف العدد الأصلي، باوعوا هاي 23 كروموسوم اللي هي مثلا النطفة أو البيضة، هذه شبيها؟ هذه تحتوي على نصف العدد الأصلي من الكروموسومات. طيب ليش صار نصف عدد أصلي؟ بسبب حدوث عملية الانقسام الاختزالي. تتذكرون ذول اللي يشابهون؟ من يصير اختزالي اللي يشابهون كل واحد يروح الجهة. فهذول ال 23 بيهم 23 فرد مو زوج، كل كروموسوم ضمن هذا العدد ما له شبيه، شبيهه وين يلقاه؟ بالخلية الجنسية الثانية أي البيضة. فهاي الخلية شي يسمونها؟ أحادية المجموعة الكروموسومية، ويطوى هذا الرمز واحد سين. فضروري جدا أنت بهذا الموضوع تعرف شنو التوسين، يعني العدد الكامل بهيئة أزواج متماثلة، سين يعني نصف العدد بهيئة أفراد، كل كروموسوم ما له شبيه ضمن هذا العدد، شبيهه وين يلقاه؟ بالخلية الجنسية الثانية. أوكي، فضروري جدا تعرفنا على هذه المصطلحات. الشغلة اللي بعدها، عندك مجموعة ملاحظات ضمن هذا الموضوع. شوف الملاحظة رقم واحد، يقول لك يتضمن الانقسام الاختزالي اختزال في عدد الكروموسومات، أو يتضمن الانقسام الاختزالي انقسامين خلويين متعاقبين. يتضمن أو يحصل خلال الانقسام الاختزالي اختزال في عدد الكروموسومات من العدد الكامل إلى نصف العدد الأصلي. يعني هاي حقيقة خليها ببالك وانت رايح على هذا الموضوع. شوف الملاحظة الثانية، الأمشاج أي الخلايا الجنسية تحتوي على نصف العدد الأصلي من الكروموسومات. طيب ليش احتوت على نصف العدد الأصلي من الكروموسومات؟ بسبب حدوث عملية الانقسام الاختزالي المؤدية إلى تكوين الأمشاج. شوف الملاحظة الثالثة وهي المهمة، شوف شو يقول، أريدك تباوع زين وياي على الرسم. تتضمن عملية الانقسام الاختزالي انقسامين خلويين متعاقبين. خلنا ذكرك، شوف هنا، تتضمن عملية الانقسام الخيطي، ترى انقسام خلوي واحد، بسبب هذا الانقسام الخلية صارت شقد؟ تمام؟ تعال هنا أعيد العبارة، تتضمن عملية الانقسام الاختزالي انقسامين خلويين متعاقبين، إذ يتم في الأول، اسمع العبارة زين، فصل الكروموسومات المتماثلة. ها تتذكر قبل شوية قلت لك التوسيل، يعني معناته كل اثنين يشابهون، هذول يشابهون بنسبة 100%، وأكو غيرهم يختلفون عليهم اثنين بس يشابهون ببيناتهم. ناشي يقول
بهاي العملية تحصل انفصال الكروموسومات المتماثلة. من أقول تحصل انفصال الكروموسومات المتماثلة أي اختزال العدد إلى النصف. أما في الثاني باو الثاني شو راح أكتب؟ أنا صحيح خاف الكلمات ما أشوفهن جاي أحكيهن. أما في الثاني فتتم فيه اسمع العبارة فصل الكروماتيدات الشقيقة بعضها عن بعض فيصبح كل كروماتيد اسمه كروموسوم بنوي. انت بس ترجع للمحاضرة مال الانقسام الخيطي راح تلقى هاي العبارة موجودة بالطور الانفصالي من الانقسام الخيطي. يعني ايش قصدك تقول استاذ؟ قصدي اقول ان السهم الثاني بالضبط يشبه الانقسام الخيطي تماما. زين الانقسام الخيطي مو نبدأ بعدد ننتهي بخلايا اثنين كل واحدة بها نفس العدد صحيح. هذه ما دام تشبه الانقسام الخيطي فراح ابدي بهذا العدد انتهي بخلايا اثنين كل واحدة بها نفس العدد. شوف هذه تبدأ بعدد انتهي بخلايا اثنين كل واحدة بها نفس العدد. بمعنى ان السهم الثاني يشبه الانقسام الاعتيادي. خلنا نعيد هاي الملاحظة، ملاحظة جدا مهمة. الانقسام الاختزالي ترى كله متوقف على هاي الملاحظة. اعيدها، تتضمن عملية الانقسام الاختزالي انقسامين خلويين متعاقبين، إذ يتم خلال الانقسام الأول فصل الكروموسومات المتماثلة بعضها عن بعض أي اختزال العدد إلى النصف. أما في الثاني فيتم فيه فصل الكروماتيدات الشقيقة بعضها عن بعض أي أنه يشبه الانقسام الخيطي الاعتيادي. زين هسه انتهى قدام الصورة اللي قدام عينك. الانقسام الخيطي بديت بخلية باوع زين، بديت بخلية تحتوي على العدد الكامل مطيناها توسين، انتهينا بخلايا اثنين كل واحدة بيها نفس العدد الكامل وصار اختزال. تعال هنا، انت هنا بديت بخلية تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات. شوف بالمرحلة الأولانية، بالمرحلة الأولانية خلصت بخلايا اثنين كل واحدة بيها نصف العدد الأصلي من الكروموسومات يعني سين. أما بالثانية لأنه يشبه الانقسام الخيطي فحصلت على نفس العدد يعني السين بقى على حاله. أوكي زين هسه في المراجعة سريعة، الانقسام الخيطي بدينا بخلية تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات، مرينا بانقسام خلية واحد حصلنا على خلايا اثنين كل واحدة بيها نفس العدد أي توسين. لكن بالانقسام الاختزالي دخلنا بخلية تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات، ولأننا مررنا بانقسامين خلويين متعاقبين بالأول تم اختزال العدد فالتوسين أصبحت بالمرحلة الأولى خلايا عددهم اثنين كل واحدة سين، أما السين بالمرحلة الثانية أصبحوا أربعة كل واحدة سين. ها شفت الناتج هنا خلايا اثنين بينما الناتج هنا شنو؟ أربع خلايا. هاي الأربع خلايا طلاب اعرفوها من هسه اسمها خلايا جنسية أو خلايا تناسلية أو أمشاج، نفس الأسماء. طيب شنو الأمشاج؟ هي نطف وبيوض في مملكة الحيوان، أبواغ حبوب لقاح بيوض في مملكة النبات. ذول الخمسة هم ناتج من انقسام اختزالي. زين ارجع لي على هذه. ها طلاب تتذكر الخلية حتى تمر بانقسام خلوي واحد لازم تمر بأربعة أحداث حفظتهم من ذاك الدرس. واحد اسمه طور تمهيدي، اثنين مجموعة من الأحداث، اثنين طور استوائي، طور انفصالي، وختاما طور نهائي. حتى الخلية تصير شقد؟ اثنين. ليش؟ لأن مرينا بسهم انقسام واحد. باوع هنا لأننا مررنا بانقسامين فكل انقسام بنفس الأحداث، يعني هذا بتمهيدي استوائي انفصالي نهائي، هذا الثاني بتمهيدي استوائي انفصالي نهائي. زين لعد استاذ شنو هذا حاطين هنا أرقام؟ شنو معنى هاي الأرقام؟ هذا كاتبين واحد 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 واحد، بعدين كتبوا ثاني اثنين اثنين اثنين. شنو معنى هاي الأرقام؟ يقصد يقول لك هذا الطور التمهيدي الأول
من الانقسام الاختزالي. هذا الطور الاستوائي الأول من الانقسام الاختزالي. ذاك شو يصير؟ طور التمهيدي الثاني من الانقسام الاختزالي. لأن أرجع وأقول لك بالملاحظة الأخيرة، يتضمن الانقسام الخلوي انقسامين متعاقبين، كل انقسام بنفس الأحداث. فحتى أميز هذا الطور من هذا الطور، هذا انطيناه رقم واحد، هذا شو انطيناه رقم اثنين. شوفوا بذيك المحاضرة أنا قال لكم ما مميزات الطور التمهيدي، فشي مرشح. يعني هسه من يجيني سؤال بالوزاري، ما مميزات الطور التمهيدي من الانقسام الخيطي؟ طبعا كتبوا له ذول الخمس نقاط: تتميز الشبكة الكروماتينية إلى عدد محدد من الكروموسومات، وكل كروموسوم يتميز إلى شريطين كروماتيدين يدعيان بش. خمس نقاط، رجع عليهن وشوفهن زين. إذا سألتك هنا سؤال وهو سؤال مبهم، لما أقول لك ما مميزات الطور التمهيدي من الانقسام الاختزالي، أنت راح تسأل نفسك إيش تقصد طور التمهيدي هذا لو هذا؟ إذا السؤال هذا منقوص، لازم شو يقول لك؟ ما مميزات الطور التمهيدي الأول للانقسام الاختزالي، ما مميزات الطور التمهيدي الثاني للانقسام الاختزالي. إذا وصلت لك رسالة بهذه المحاضرة أن الانقسام الاختزالي يتضمن شنو؟ انقسامين خلويين متعاقبين. بالمحاضرة اللي بعدها راح نطب على الأطوار، راح نشوف ان الطور التمهيدي الاول، ها ما مميزات الطور التمهيدي الاول من الانقسام الاختزالي؟ ماكو هيك سؤال، لان هذا الطور التمهيدي الاول من التعقيد يراد له صبوره بهذا الحجم حتى نفهم شنو الطور التمهيدي الاول. راح تشوف ان هذا الطور معقد وصعب وبطيء، وبسبب هذا التعقيد لسهوله دراسته فقد قسم الى خمسه ادوار، اللي هي دور قلادي، دور ازدواجي، دور تغلظي، دور انفراجي، واخيرا دور حركي. يا الله يخلص الطور التمهيدي الاول. فشباب صعوبه الانقسام الاختزالي الاول بالادوار الخمسه، لذلك بالمقطع الاخر راح نهيئ جهدنا فقط على الادوار الخاصه بالخمسه، لان بصراحه تجي اسئله من عندها هواي بالوزاري. اوكي انتظرونا بالمحاضره اللي بعدها حتى نشرح الادوار الخمسه.